يعني في الحقيقة هذه العمليات قامت بشل شمال فلسطين المحتلة بشكل كامل، وهذا الكلام ننقله عن الإعلام الإسرائيلي وليس من فقط مشاهداتنا. اليوم المستوطنات بشكل عام، إذا ما أردنا الحديث عن المدنيين، هي مفرغة. أكثر من 80,000 مستوطن باتوا خارج منازلهم منذ أكثر من 4 أشهر تحت ضغط هذه العمليات. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للعسكر، العسكريون الذين كانوا يتنقلون بحرية في مواقعهم العسكرية المنشأة أصلا لحماية كيان الاحتلال في جنوب لبنان أو في مقابل المقاتلين في جنوب لبنان، أيضا أفرغت هذه المواقع، دمرت هذه المواقع، استهدفت هذه المواقع، حتى بتنا نصل إلى أماكن أن إسرائيل تبحث عن أماكن بالقرب من هذه المواقع شجرية لتخفي فيها جنودها بعيدا عن المواقع الأساسية. ثالثا، بأن اليوم المقاومة الإسلامية باتت تستخدم أسلحة جديدة لم تستخدم من قبل في أي معركة في مقابل إسرائيل. دخل صاروخ البركان، دخل صاروخ فلق، دخلت صواريخ أخرى بدأت تعمل وتصيب وتؤذي كيان الاحتلال. هذا بالإضافة إلى القواعد الأساسية الرئيسية الحساسة لدى كيان الاحتلال، والتي باتت تستهدف بشكل انتقائي لحزب الله بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية. نتحدث عن قاعدة ميرون، نتحدث عن مركز قيادة الشمال، عن قيادة اللواء الشرقي وغيرها من القواعد الحساسة التي كانت إسرائيل تظن بأنها بعيدة عن يد حزب الله من لبنان.